بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبائي أبنائي بناتي إخواني وأخواتي في المستوى السابع في إدارة الأعمال، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله. ونحن ندخل هذه الحلقة، الحلقة 27 من هذا الكتاب، ونشارف على توديعه. لابد من أن نتحدث عن أن عمليات التوجيه والمراقبة والتخطيط هي مراحل نعم متلازمة مع المشروع، إلا أن عمليات التقييم التي ستأتي غالبا ما تكون مع نهاية المشروع. وقبل أن نصل إلى مرحلة إنهاء المشروع، لابد من أن نقف على هذه الجوانب التي تتعلق بدورة التخطيط والتوجيه والمراقبة. إذن هي تساعد على متابعة تنفيذ الخطط، ولا شك أنها العين البصيرة التي تقدم للمدير كل ما يحتاج حتى يقوم بعمليات التصويب الآنية. والآن ليس هناك مجال لعملية تأخير في التصويب نتيجة المقابلة بين المنجز والمخطط. التأكد من التقدم في تنفيذها ومقارنة تقدم الخطة كذلك. وهنا لابد من عمليات التقدم أن يكون هناك تقارير دائما تشير إلى ما يسمى مستوى الإنجاز أو مستوى التقدم، وهذا يبنى عليه مخالصات. كيف المخالصات؟ أي أننا يتم الاتفاق أحيانا مع الممول أنه كلما أنجز نسبة بالمئة يتم تقديم مخالصة أو إثبات على أنه تم إنجاز 20% من المشروع، فيصرف من المبلغ المطلوب كذلك 20% أو 30 أو حسب ما يتم الاتفاق عليه. فإذا لابد من عملية تقارير تقدم الأداء في الخطة أن تكون موثقة وبين يدي المدير أولا بأول. عمل الإجراءات التصحيحية عند عدم تطابق التقدم في التنفيذ مع الخطة الموضوعة، وهذه كما قلنا لا تحتاج إلى تأجيل، بل هي مسألة موقوتة في لحظتها. ومن هنا كما تحدثنا في وقت معين عن أن المدير يقوم ب يعني هناك إدارة تسمى إدارة بالتجوال، management by walking، أي أن المدير في عملية الرقابة يستطيع من خلال جولته الصباحية أن يقوم بتصويب الأمور في لحظتها، ولا ينتظر لكتابة ملحوظة ارسلوها إلى كذا وكذا ليقوم بتنفيذها، وتعتمد هذه على حجم الخلل الموجود لتصويبه. فإذا كان الخلل بسيط لابد من إنجازه في نفس اللحظة، ينادي أو يقوم باستدعاء الشخص المعني ويقول له قم الآن بتنفيذه لأن الأمر لا يحتمل التأخير. أما إن كان الأمر يتطلب مناقصات ويتطلب يعني جهود خارجية، فيعطي ملمح أو ملاحظة أنه قوموا بتسريع عملية التنفيذ لأن الأمر سيرتب علينا تكاليف. الآن أهم الأمور الرئيسة المراد تخطيطها وتوجيهها ومراقبتها، لا شك عدنا وزدنا وتحدثنا باستفاضة عن هذه الأهداف: الوقت وهو الجدولة، والتكلفة والأداء، ويتحدث عن المواصفات. لا شك كل ما يتعلق بهذه الأهداف الثلاثة هي محور حديثنا، وهي العنوان لنجاح المشروع أو تعثره. بدون أن يكون لمدير المشروع نظام توجيه ومراقبة للعمل، لا شك يصعب إدارة المشروع بفعالية، ويصبح تدفق المعلومات من الأسفل إلى أعلى بطيئا لدرجة إعاقة العمل. إذن هناك تكنولوجيا حديثة، هناك مانيتورز موجود على مكتب المدير يستطيع أن يراقب وأن يتابع، وبنفس الوقت من استخدام تكنولوجيا المعلومات يصل أول بأول من المواقع المترامية المختلفة تقارير عن سير الأداء والإنجازات وعن الاختلالات، فيطلع من خلال نظرة بسيطة
إلى ما يسمى بالتقارير اليومية التي تأتي من خلال الشبكة الداخلية المعتمدة، يستطيع أن يطلع أول بأول على الإنجازات، وهناك تبويب أو هناك برمجة دائمة وتخاطب من خلال هذه الشبكة. طبعا واستخدام أجهزة وأدوات وأساليب وبرامج تعين المدير على المتابعة ومعالجة الخلل في وقته، وهذا هو الأسرع والأهم. نحن في عالم يتسم بالسرعة، في عالم يتسم بالوقت، لا يوجد هناك جاهل. حتى المستثمر الذي يقوم باستدعاء الجهة الفنية للقيام بعمل معين، كذلك المستثمرين أو المالكين لا يجهلون هذه المسائل، الكل الآن واعي ومثقف. إذا من باب أولى أن الأداء يجب أن يكون محكم، والتوقيت يجب أن يكون في الوقت المناسب. تصميم نظام الرقابة والتوجيه. تصميم نظام الرقابة يعني إعداد أي نظام توجيه هو تعريف العوامل الرئيسية المراد مراقبتها. طبعا المريد هنا ماذا يريد المدير؟ توجيه الأداء والتكلفة والوقت، لكن لابد أن يعرف بدقة خواص الأداء المطلوبة على أي شيء، أي أساس بده يقيس الأداء. إذن لابد أن يكون عنده من الإرشادات ومن الخواص ومن البنود التي توصف دقة الأداء حتى يستطيع أن يعمل المقاربة المطلوبة. وكم التكلفة يجب أن تكون كذلك محدودة ومرصودة، وألا تغيب الخطة عن مكتبه، يجب أن تكون دائما تحت يديه حتى يستطيع أن يوازن الوقت، المقدار أو مقدار التكلفة، ثم دقة الخواص. هذه العناصر الثلاث لإتمام كل مرحلة من مراحل المشروع. إذن المدير يجب أن يهتم بخطة بين يديه بشكل دائم. هل الخطة تسير حسب المتفق، حسب الوقت، حسب الكلفة، حسب توزيع المواد، حسب ما يسمى بالجو العام، هل هو مقبول؟ هذه كلها لا شك يعني أن المدير على صلة أبديتينج على مع كل ما هو جديد. هذه الحدود والخواص طبعا نحتفظ فيها من خلال المراقبة لتعيين المدير، طبعا تعيين المدير على الحكم على لا شك تعين المدير في الحكم على الأداء وعلى مستوى استخدام الموارد، سواء كانوا عمالة فنيين أو مواد أو معلومات ناقصة. في هذا لابد أن يعرف كذلك مدير المشروع التغيرات التي تحدث على المواصفات والوقت ومواقف العميل تجاه المشروع. كذلك أن نستمع أو نلقي آذاننا للعميل فنأخذ منه الملاحظات ونجيبه حسب المخطط، وإذا كان هناك قدرة على أن نقوم بالتعديل دون تكلفة لإرضاء العميل، لا شك بكون هناك خطوة ممتازة في اتجاه استيعاب العملاء وأصحاب الملك حتى نقوم أو نخفف الاحتقان الموجود والتوتر الذي في الغالب يحدث. التزود بالمعلومات التي تفيد في عملية التوجيه، ولا شك أي عملية توجيه بدون معلومات وبدون أطر متاحة وبدون تفويضات سواء بالحوافز أو بالمادية أو المعنوية السلبية أو الإيجابية، فكلها عناصر مهمة جدا لدفع عملية الأداء، وبالتالي التوجيه يكون في وقته المناسب. على الجهات التي تقدم المعلومات أن تكون واضحة ودقيقة وشاملة، تقيس الحدث بدقة ويعتمد عليها في إعداد التقارير، وهذا ما أسلفناه الحديث عنه وقلنا أنها يجب أن تكون ثقافة يعتادها الموظف في كيف يتعلم. كيف نجمع البيانات؟ ولا شك خطى المنهج العلمي، أساليب البحث العلمي تعطينا دلائل عديدة على كيف نجمع البيانات. وهنا نتحدث عن خصوصية المشروع، عدد تكرار الحدث يعني حدوث مرات عديدة، وهذا يعطينا مؤشر على أنه هذه معلومة يجب أن توثق.
أرقام ومقاييس مجردة خام، كأن نقول إحصاءات محددة واضحة يجب أن تقدم أول بأول لمعرفة مستوى وحجم المعلومات المطلوبة أو البيانات المطلوبة، ثم تقديرات عددية بالملاحظة الشخصية وتتصف أحيانا بالانحياز. لا شك أي عملية ملاحظة شخصية يتدخل فيها العامل البشري، فتصبح في معظم الأحيان كما يسموها الأجانب بايس، أي هناك انحياز، هناك عدم موضوعية في الأداء. ليه؟ لأن هناك اختلاف ما بين شخص لآخر، شخص يقيم بأريحية وببساطة وبنفسية خلينا نقول تأخذ غالبا موضوع البحبحة، وأشخاص يقتر وكأنه يدفع من جيبه، وهذه أشرنا إليها. المؤشرات البيانية والرسومات الدالة، وهذه من ضمن الوجبات التي لا بد منها في تقريب وتبسيط الصورة عندما نشاهد أن بيانات معينة يمكن أن نحصل عليها من خلال رسومات بيانية تكون أقرب للنفس مما نجد إحصاءات عديدة متلاطمة موجودة داخل صفحة معينة يصعب علينا تمييز إلا إذا وقفنا على كل بند. فهذه رسومات توضيحية، ثم المقاييس اللفظية الشفهية التي تكون بالمقابلة بالمواجهة الشخصية أو عبر الهواتف أو بأي وسيلة نقوم فيها لنجمع المعلومات. ما هو هدف نظام التوجيه؟ هدف نظام التوجيه هنا إنتاج تقارير عن التقدم في المشروع وتسجيل حالة المشروع وتقارير الوقت، التكلفة والتباين. وهنا تحديث الخطط والخرائط والجداول على أساس زمني وتسجيل المقارنات. ليه؟ لأنه حتى عملية إحصاء الانحرافات لابد من أن تثبت، والتكلفة التي تترتب عليها في عملية الإحصاء لهذه الانحرافات. ولا نقف عند حدود الانحرافات السلبية، بل قد تكون هناك انحرافات إيجابية، وهذه الانحرافات تكون مشجعة ويتم رصدها بدقة، والمدير كما قلنا الواعي هو الذي يقدم مكافآت وتحفيز على كل انحراف إيجابي بأن يتم، بمعنى أن يتم الإنجاز قبل الوقت المحدد وبمواصفات أعلى من الوقت المحدد وبالتأكيد بكلف أقل. هذه تعني أن هذا الموظف أو هذا المدير أو هذا المهندس قد حقق إنجازا خدم فيه المشروع. إذن لابد لنا من أن نكافئه وأن نشجع أي مبادرة تتجه باتجاه تحقيق الأهداف. يتأكد مدير المشروع من تحديث خرائط جانت وشبكات بيرت الموجودة في غرفة عمليات المشروع بصورة متكررة، وحاليا تجد أن هذه الخرائط وهذه الشبكات موجودة ومبرمجة ولا تحتاج إلا إلى أن نتعرف عليها، ومن خلال عمليات المعرفة الدائمة. وكما قلنا المدير والأفراد يجب أن يكونوا دائما على اطلاع دائم وعلى معرفة وعلى مجال للتزود بالمعلومات والتزود بالخبرات والأساليب، لأننا نعيش بأحداث متسارعة، والإنسان يبقى يتعلم مهما بلغ من العلم أو السن. فقيل يبقى العالم عالما حتى إذا قال علمت فقد جهل. فإذا كما أسلفنا الحديث هنا يتعلق بأن يتعلم المدير كيفية تحديث الخرائط وجعلها مناسبة لعملية الحكم على الأداء. يساعد التوجيه في الاحتفاظ بمعنويات عالية لفريق المشروع. لا شك القضية النفسية قضية حساسة ومهمة، عندما أقوم بدعم وتشجيع وتحفيز بالكلمة الطيبة، بالموقف، بالتحفيز المادي، بالثناء والإطراء، هذه كلها تحقق عوامل، تحقق نهضة. ليش؟ لأنه هذا الموظف الذي يثنى عليه
كأنما هو هناك قوة دافعة ذاتية داخلية تنفجر من داخله ليصنع الكثير، ونحن بحاجة لهذا الإطار. ولقد علمنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم شكل التحفيز ومعنى التحفيز وكيف يتجاوز عن الصغائر وكيف يوجه المجاميع لتحقيق الأهداف المطلوبة، بأن يتعامل بلغة الكبار ولا يتعامل بلغة الصغائر أو الصغار. وهنا يهدف نظام التوجيه كما قلنا لجمع البيانات ووضعها في التقارير، والغرض من نظام المراقبة هو العمل على تزويد البيانات لمساعدة مراقب المشروع. الآن نتحدث عن احتياجات المعلومات وعملية إعداد التقارير. هنا لابد من وضع نظام للتقارير لكل مستوى، وهذا يتضمن سجلات للتحقق checklist، أو عرض إحصائي أو وصفي لإعطاء صورة واضحة عن سير العمل في المشروع إلى مدير المشروع. هذه ميزتها أنه لا مجال للتذكر فيها أو لنسيان شيء، كل ما يتعلق في جوانب الرصد تكون موضوعة ضمن لائحة التحقق، وبالتالي يسهل على المدير أن يقوم بالمتابعة من خلال النظر إلى البلوك أو المربع الموجود أمام كل بند من البنود، هل تم تحقيقه في الوقت المناسب؟ هناك إشارة إما نعم أو حقق بأقل من المستوى المطلوب وبكام أو أكثر من المستوى المطلوب. هذه إشارات بلمحة واحدة يستطيع أن يطلع المدير ويقارن ويتخذ القرار المناسب. أما التقارير على المستوى الأعلى تقدم عرضا عاما، فيما المستوى الأدنى يكون أكثر تفصيلا. التقارير المقدمة من القواعد غالبا ما تكون مفصلة، وغالبا ما يكون فيها الحديث عن بعض التفاصيل الجزئية التي أحيانا تكون مملة، لكن هذه حدود الحديث عن بعض التفاصيل، بمعنى المستويات الأدنى لا يملك إلا أن يكتب كل شيء، أما المستوى تقارير المستوى الأعلى تجده يكتب قضايا عامة عن مسألة تنفيذ الأهداف، مسألة الإعاقات، وبمعنى أنه يكتب عبارة عن رؤوس أقلام يفهمها المدير. وهنا يجب أن يتكرر تقديم التقارير بصورة كافية لتشجيع ممارسة المراقبة أثناء وقبل الفترة التي تكون المهمة مجدولة لإتمامها، بمعنى المسألة ليست هبات وليست فزعة وليست على التذكر، إنما أن يكون عندنا على سبيل المثال هناك تقييم روتيني، إما أن يكون يومي أو كل عدة ساعات، أو هناك على سبيل المثال في بعض المستشفيات هناك حوالي 5 قراءات في النهار، لا بد من أن يتم قراءة وتسجيل الحدث، كم مستوى ضغط هذا المريض، كم نتحدث عن درجة الحرارة، نتحدث عن السكر، نتحدث عن الحالة العامة، نتحدث عن مستوى التقدم في عملية معينة. فإذا كل ساعتين لابد من أن يكون هناك ملاحظة مكتوبة في الكاردكس اللي هي الكشف أو دفتر الملاحظات الموجود بجانب سرير المريض، كما هو الحال في المسابح، في كذلك عندما يكون هناك مشرف معالجة المياه يقوم بأخذ عينة كل ساعة لمعرفة مستوى الكلور في الماء، مع معرفة مستوى الألجسايد، المرسبات والمواد التي تعطى حتى تكون متوازنة وتصلح للاستخدام البشري، بمعنى الاستخدام السباحة فيه فقط. فهذه جزء أساسي من عملية التواصل، توضع هذه التقارير أمام المدير حتى يقوم بالأداء أو بمعنى الحكم في الوقت المناسب، وألا يفاجأ بأن هناك شيئا قد تأخر. ولا يمنع إن كان الحدث مهما وبارزا أن يتم الاتصال على خط ساخن مع المدير في ليل أو نهار ليطلعه على حدث لا يؤجل
ويحتاج إلى قرار في نفس اللحظة، وهذه هي ما يسمى بديناميكية الأداء وطبيعة العمل الناضج. في هذا القدر كفاية. أستودعكم الله يا أبنائي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.